السلام عليكم حبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. نتمنى الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في الفيديو ان شاء الله يا ربي. اول تطيبه عندي في الكوزينه ديالي. المهم دابا جبرتوني صراحه، خرجت مشيت تسخرت وجيت، جيت مجبرتش علي كاين هنا، مع خليتو كيمرضي وانا مشيت تسخرت، ملي جيت ما مجبرتوش مشيت للسوق جبت الخضره ان شاء الله باش نعدل الطاوه في الفران ديال الحوت. صراحه كنت بغيت نجيب لك الحوته الكبيره باش نعمرها باش عليها الصينيه وكل شيء، ولكن ما مجبرت تسحق المارشي ديال الحوت كامل، جبرت غير الهبره هذا. وتصوروا هذا، هذه 120 درهم، هذه هنا دابا هذه فيها كيلو، جبت جوج ديال الكيلو. ها انتم جيب جوج ديال الكيلو 240 درهم. ها انتم انا جوج ديال الكيلو هنا، يمكن كتشوفوا دابا يعني خسرتو اول مره. ودابا هنا عندي الجامبا كما كتشوفوا، الجامبا صراحه 100 درهم، خلى لي نص كيلو 50 درهم. تبارك الله الجامبا كبيره ما شاء الله. جيت هنا الخضره قطعتها، ايوا الفران شعلته سخون باش نربح الوقت. هادشي اللي كاين دابا بسم الله. اول حاجه بس نقلب واحد البوينه صغير، وعنشر من فين نقطع الربيع العطريه، وعنشر من الخضره ديالي نقطعها عاد نطيحها في الطاوله. راسي هذا الغداء عنطيبو وغندي ليا اللي غنتغداو ليا، نتغداو في المويه مع خالتي. اول مره بنعمل الغداء وغندي الصراحه، جاتني الصراحه مشكله شويه، كنت عنطيب درت خالتي قلت لا خصني ضروري نطيب هنا وندي الغداء من هنا نطيب. قول لمريم على السلامه كانت كدب. ندعو محمد علي كناعس. ودابا فاخ دابا غنشوفو الفران ديالنا، شوفو الحوت فين وصل. انتي باش تشوفو حدا وصل اجي بنتي في حدا حط لي حاجه في الطاوة. واه 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 مشويه الجامبا مشويه وهي بقشوره كتبقى فيها ديك البنه ديالها. صافي دابا خرجوا. ما دام جينا كتفتحي لي الكاميرا شنو شي شنو عندك 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 صافي 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 وزاد انت الله يرضى عليك بعد الاثنين سنين. مسكينة انا ابني فيها رجع يلا فاق من نعس نمشي نطيب. المهم المشاهدين انا جبت لك واحد الشيء الصراحة. صراحة. يا الله. جبت واحد الكادو لويصال ونتمنى يعجبك. محمد علي يبكي بعد قبل وشوف سكتوا. سكتوا بعد. جبت له واحد الكادو. نتمنى يعجبها ومن الاعجاب ديالكم حتى نتوما المشاهدين وصحتك صافي بالصحة والراحة. كذاب. وانا عمري راه جاب لك ماما الكاغيط خالص سحب لك انا عطلت وصافي. دابا انا من قال انا اللي كذب عليك سحب لك انا بحال ديك صحاب المقالب دا يجيب للمرة ديالو نوكيا دي ترنو في الجولة غد الايفون وقال جبت لك ايفون اعمل له ها 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 لا نوكيا ترنو اعمل مقلب يكونوا متفاهمين هادو. انا جبت لك الكادو بالصح. انا نجيب لك الكادو بالصح. لعبوا هنا اسمع يلا ركزوا معي دابا. عاجو بسم الله. شكون سبقنا المشاهدين؟ واحنا كاملين. صح.
صراحه. وانا المهم انا اوريه لك انت ديك الساعه القضاء عليه بالكاميرا تشوفوا معنا المشاهدين. بسم الله على بركه الله. هاي 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 طبيبي الدم الحبايب انا ها اعطيني هاي لي الدم بغيت انا وانت بدل بدولي على الاقل قل بعد شكرا وشي 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 بويسه في الراس. الله يرضى عليك في يدي بعدا. الله يرضى على بنتي لبستها مرت انا كل بسم الله ثلاثة يا ابني بالله ثلاثة يا ابني بالله اطلق من يدك اطلق من يدك دموالي دموالي امس في قبر راسها مسكينة قال لك شوفوا المشاهدين هذا مدز وجه وهذا مدموالي اطلق من يدك هذه لها مليون ونص دموالية عجبتها ما صور فيها هذا مديرك بصحتك وراحتك عن طعيم معك شايفة شو زين دراجة ويلا ديرك بالله انتي هذه فيها الفروج لويزا لويزا معنا عزيز عليا الجاج جبت لك اللي فيها الفروج الصراحه واعره كتحمق شوف هذيك اقول لويزا وصافي حيتاش اللي كيكون هذا هذا بحشك ديال الدرهم وهنا كاين لويزا مزوقه بالشميشه هذه بنت جبل واش قاعده يدي بعدا لا قاعده يدي الله يلا عرف عرف العبر ما عندي ما نسالك انا نشوف اخرى فيلم دابا 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 باقي نعاودو بالزواج باش جات الخاتم الزواج واحد وحده شي دابا انا بنقول دابا نقول شوفوا ها شوفوا الخاتم ديال الزواج عرفتي على جبتها لا لان الخاتم ديال الزواج ديالك بعته شحال هذه ما كنا مزيرا وشريت بها الماكينه لكن هذه كبيره عليا الراجل شنو هادشي بصح وحده جبتها قد وحده كبيره عليا جات لك الرفيع وما جبرش يقدك في الرفيع نهرسوها ونقطعوا منها وصافي دابا نقل نمشي نجيب اللقاط نقطع منها وللساق صح عاد لهنايا خوفه شويه الحق ماشي مشكل شوفوا انا في الحقيقه انا في الحقيقه الخاتم ديال الزواج علاش ايوا سيدي شكرا علاش شريت بصحتك بالصحه والراحه والله يسهل كل خير شوفوا انا علاش بغيت نشري له الخاتم ديال الزواج احنا كنا جوزنا الحقيقه كنا جوزنا واحد الفتره زعما اي واحد كيجوز انتم عارفين اي واحد كيجوز واحد الفتره من الحياه ديالو كيكون مزير ومن بعد عاود كيجيب الله الراحه هي شي ايامات كنا احنا بغينا نبداو زعما نبداو ديك الشيء ديال هذا ديال الخياطه في الماكينه وكنا محتاجين فواحد الماكينه ديال الخياطه نشريوها جديده هي قالت لي خصني نشري انا كنعرف نخيط شري لي الماكينه وخيط وانت زعما جيب لي زارات شري لي زارات ونقسموهم على جوج اللي ديك لي زارات كبار كنا كنجيبوهم كنت كنجيبهم بالبال من سبته تحت الناس اللي كيخدموا في البار وهذا في ديك الشيء الحوايج وكازيون من سبته وكل شيء وقالت لي زعما الا جبتي شي حاجه كافيه شي ضربه انا خيطه كانوا لي زارات ما مقدينش انا نقدو بغيت نقسمهم لك على جوج نقسمهم لك شري الماكينه انا قلت لها زعما بلاش غنزيرو راسنا وهذه وانا يلاه عندي دابا الناصب باش نتسخر بها نجيب ديك الصخره هذه ديك الحوايج هذه قالت لي تشوف انا عندي واحد الحل قلت لها ما هو قالت لي زعما هي بيع لي الخاتم ديالي هو يلاه نمشيو نبيعوه الخاتم ديال الزواج قلت لها ما يمكنش الخاتم ديال الزواج تبيع الخاتم ديال الزواج قالت لي وانا خصنا ننفعوا به راسنا شحال نعمل به هنايا نفكوا به راسنا وملي رزاق الله وندخلوا المصروف ديك الساعه شريه لي سحب لي بحالي سحب لي عاك الضحك ديك الايامات هذيك مشات باعتها هي باعت الصراحه انا ما بعتها لا شيء انا مشات باعتها ما عرفش يمكن مشات معي ما ولا بحد الله اعلم واش بعتها بعتها واحد بعتها ومشيت بعت الخاتم ديالها وديك الساعه جابت لي الفلوس قالت لي ها الفلوس انا بعت الخاتم باش نشري لي بها الماكينه مشيت انا شريت الماكينه كنت شريتها ما عرفتش شحال تقريبا شي 4000 درهم شي شتا لا طاب في الفران عطاتني الفلوس ديالها باش شريت لها الماكينه من ديك الفلوس ب 4000 درهم شريت لها الماكينه سباكيتي وجبتها انا وبدينا كنخدمين الصراحه بديك الماكينه كنت كنجيب انا هذيك لادي وصافي بقات تصوروا من حتى لحد الان تصوروا دابا هذه راه 7 سنين ولا 6 سنين قبل ما نفتحوا القناه وهي صراحه هاد الايامات اللي قازت بقات انا ما كرهتش شي خاتم ديال الزواج صافي هضرت حتى بقات زعما انا دخلت في دماغي صافي قلت جينا هذه المره هذه قلت هي هذه زعما جات لي بالي قلت صافي حنا هنايا غنمشي نجيب انا فجاه شريت لها هذيك هذه ديال الزواج ب 9000 درهم وشريت لها مع هذيك الصغيره عاود بالفروج ب 6000 درهم المهم جوج بين مليون ونص وصحتك تسال كل خير يعطيك الصحه اجي تشوف انتما وصال الحداد خاطر الرياش قلت لي السميه ديالك والطابع وكل شيء 9000 درهم 6000 درهم الانسان الى مثلا الى وقفت معاه مراته في شي حوايج
كم سيارة هذه وبيع الذهب ديالها، راه ماشي زعما عيب، هي راه مزيانة من واحد الناحية ومن ناحية صعيبة، يعني حتى شي واحد ما كيبغي يكون مزيار. الله الله يرخف على الجميع، الله يرخف على أي مسلم، الله يرخف عليه. ولكن المرأة يعني ملي كتجيب رايتها كتوقف معك شي حوايج فايتها، يعني بيع الذهب ديالها باش تعاون معك شي حاجة وخاصة يعني دبر معك عاوتاني دبر على راسها وخدمت هي معك باش دخل مصر، راه ما فيهاش العيب، مزيانة بزاف. لأن عاوتاني عاجي واحد النهار وربي عاد خاف عليك وعاد يكون معك الفلوس وعاد تشري لها اللي حسن وحسن، والدنيا هي هذي ها انتوما. أيوة الحمد لله، هذه المرأة الصالحة، الله يطعمنا حلال. آمين. الله يرضى عليك. آمين. أنا راضي عليك مهنايا وحتى الظروف السليم. صافي صافي. زعما يا دم سليم زعما حتى الأرض. حنا دابا زعما الفوق عاليين والظروف لتحت. دابا بالله دابا عا قول لي زعما بلا ما تجاملني بلا والو، واش عندي الذوق ولا لا؟ عندك الذوق واعر بحال هكا. شوفوا خاي الله عطا بلا ما تجاملوني قولوا لي واش عندي الذوق ولا لا. يلا تعالي فنقرا التعليق ديالكم، واش عندي الذوق ولا لا؟ راه فاش تبان لهم كثر اجي. وهذه وهذه عجبتك يا انت؟ لا تنسي نصور بعدا كي غير هذه. عاود نحيدو هذه باش يبانوا لهم الخواتم. ايوا وريهم لهم شويه، قربهم لهم بنتي بشويه باش تشوفوهم مزيان. كيبان مزيان. ايوا سيدي شكرا، هذا رزقك. عملت فعلا هذا رزقك رديته لك صافي. اش قدي انت يدك كنتي غلطه؟ انا يدي غلطه نعاود ماما. والله الا يدي غلطه انت 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 هاك عدل عدل بعد عدل بجوج. لا بحال بنتي انت يدك من تما رقاقين. شفتك كيفاش كتجي؟ ايوا صح ما تصبعش تحمرت ما تقيسوش ما نقيسش حرام انتما تقيسوش ما الله الله قدي الله يا الله مولاي حاجه قليله تحرق ياك حبيبي. واش تريد غير سير دابا كمل على على الدراري انا فيها الجوع منا الله يرضى عليك تغدوا. حنا ماشي نتغداو ليه مع خالتي، نعمل تغدا نديوه ليه. اش من واش هذا مغدا هذا نديوه ندير نتغدا مع الوالده. تغداوت تما مزيان. واه الله واش واجده هذه؟ واجده في العاده بس شويه المرقه. واه شوف القنبه عملت تبع قشور، علاش بنات انا القنبه بالقشور ديالها سيدي؟ واه اجي نقول لها ولكن دابا هذا ما سولتيش اش فيه الشوكولا لا؟ عين هاولا حلال؟ 240 درهم تما. صافي لا صافي هذا الغدا خصو يمشي عند الوالدين، هذا الحباب هذا الغدا خصو يمشي عند الوالدين وما يمكنش هبط الحوت هذايا على الهبره 240 درهم ما يكلوش من الوالدين لا حرام. يا الهي صافي دابا انت داخل شاطي خالي شكرا لك تعمل هذا الخير هذا كامل وعاد عامل لي سباكيتي. اويلي وحدي ابا ما كيعجبنيش هذا. شنو كيعملك عجبك التخربيقات؟ الحاجه اللي فيها بروتينات كامله غنيه البروتينات وصحيه. الحوت الابيض ما عجبك شي والمعجنات تحمق عليها. انا ما خنقار كيعجبني من هذا الشيء. مروه فيها فيها الماء بقى فيها الماء عارفه عارفه غادي تبقى واحد شويه ديال الجنبه هنايا. المره علاش ما فتحش الباب اللي يخرج الاغراض هذا؟ واش شنو شاده؟ شاده محمد علي ليش؟ انا كوكوزينه تعتك كلها ربو انا حليت له دابا قدمتي له مزيان. هادشي ها هو عاد فتحنا الباب خلوه وشربوا شتي؟ مع سعد ناض. الله يلا ناض سير مروه سير سير سعد ناض الله يرضى عليك. مالك باقي فيك الطونات نعاس؟ ها شو زعما خصو يفتح شو تخدم لا شافني كتسكتو من تما باقي خدم. اي 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 حيدو يا وليدي حيدو يا خدم لا هو. زيد 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 محمد علي زيد يلا زيد يا مريم. نعم شو كتشوف راسه شو؟ لا نقص الصبر ديالها ديال واعي بالله. في الطونوبيل عندها والله لا سيفة الطونوبيل عندها. ام
شو انا مالك خيره شوف صور شوف 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 كيشوف راسك يضحك شوف ما هو تلاك شو خليك بطمن لك الله يهديك المرة يلا سمعي واخ انت يا حجج بنيتها تكعمو هنا يا أبا أبا اش كاين اش كاين اش كاين مالك محيح اش كاين اش كاين محيح السلام عليكم اللهم امين اش كاين مالك محيح انا خليت طرمو الفلافاج قبائل ودخلت للدار وبقى كتغسل ودابا صونيت على احمد هو اللي عايجي مورانا يديناه يكون قريب يوصل السلام عليكم خير يصل خارجه بالحد ديالو بكل شيء اش استناوه هنا دابا هو اش غطيتو جبقى سخونه غير غطيتو ها هو جا يلا زيدوا هيا بينا كيف مورانا بني احمد تالي هنا مورانا تالي شمت الريحه ولا عجيبه صاحبي هذا لا سقفينا فيما مشينا لا سقفينا دخانا بسم الله شمت الريحه وجيت للمحمد عالي يا بسم الله على بركة الله سير على الله الروايح ضد الحوت والله هو الحوت كما كتشوفوا المشاهدين احمد جا مورانا عيطت له لان كما قلت لكم الضروب اللي عندي طلبت راجل انا عند اخر لا هو جا مورها لهنا انا تلاقي ضرافي في الرومبون كلاكسون تاعي عليه لا انا قلت ما طلعت جبر عند ملافاج انا دخلت هنا للدار عيطت له قلت له واش يدي هاد لافاج تغسل اكيد انتم الاخوه لاباس عليكم بخير نتمنى من الله كامل نكونوا بخير وعلى خير دابا كما تشوفوا جينا مورا عمي مل مني احمد في شارع جوج دقائق وصل نسمع هذا الحوت اخر دابا تشوف دابا تيجبتك على ريحه الحوت نساي عند الحوت صاحبي مرتي قلبتها من ريحه الحوت هو جا الصراحه البارح هو جا البارح جا من البلاد حال من هنا بحال من هنا المسافه هي جوج دقائق والله الا الميغان اختها ديالك اللي كيعطيك الشيء ديال الميغان وياه باي باي توحشت نفس اللون نفس كل شيء والله الا بكل شيء اربع ضربت عندي تقريبا خمس سنين ضربت خمس سنين ودابا تغدى معنا ياك ودابا انا المشكله نتغدي اش معنى تقاولت تغدي واش تغدي بحدك ولا انت هنا والعيال انا الله يلاك لينا انا محمد ياه قبل ما يهبطنا مشينا راه لايك لينا شي تخربيش يقول لك ليت على برا والوالده وناظره تغداو لداخل الوالده جابت الحوت عاود جابت الحوت لينا راه عيطت لها قلت لها عندكم الغدا قبل عندنا الحوت قال لي محمد يلاه ناكل شي ساندويش قلت له يلا كنا عزيز عليك شاورما بزاف ويا لطيف احمد شاقل الشاورما المشاهدين دابا الاربعه وهي عند الشاورما في الدم الاربعه ايام هذه الماكله مريم كيف انتي مروة فين قد تطلع لي السخانه شويه عود وتني نشرب شي باسطي على حسب تشري ديك الخنيشات على حسب الجو يتبدل يتبدل انا تقلب علينا الجو شويه يكون بنصكم شويه خصك تكون خارصي سبحان الله شو على شوف مرتي هي الحراره هي البرد صباح كبر الناس اللي درجه الحراره دابا دايروا دابا عاوتاني بدا يدور البرد شكل واحد الجو في مرتي صراحه الجو شكل الجو واعر ايوا شكرا الناس اللي باركوا لي كامل كل شيء بارك لك الناس اللي نشكرهم كامل الله يرحم الوالدين ديالهم واللي ما عنده شيء عاود العيال الله يرزقه به معول امين شكون تاع صافي لا باقي زيد صافي صافي مشوا ولا مشوا
خديجه اش لا صال يا وليدي اللي زيات وكذا محيحه سير بصحتك وراحتك احنا وصلنا الحباب يما اي ما جعتوا باقين اسمحوا لنا تعطلنا عليكم والله الا تعطلنا عليكم ايوا ما احنا بغينا نخليو لكم مفاجاه واحنا جينا عند الوالدين المشاهدين جالسين مع الوالد مسكين والوالده هي مسكينه والله يطول في عمرها عاودها هي بخير وصحيحه مزيان الحمد لله ايوا وماما فراسهمش باللي غنجيو عندهم حنا بغينا نخليو لهم مفاجاه وجينا عاوتاني جبرنا اختي عزيزه معاهم هنا جي الحبيب ديالي جي هنا جي الحبيب انا توحشت الحبيب ديالي انا توحشتو بعدا والله الا توحشتو كنموت عليها انا كنموت عليها انا خاصها خاصو ياكل شوف انا ناعس خاصو ياكل اصلا فيه الجوع هو هادشي اللي كنقولو يا حنا خلينا فيه هادشي وي ضنا منعاد شوف شوف على عبد عطاه شوف على عبد قالو شوف اه هو غنفخلو من هنا شوف شوف اه والله الا عضو حنا سحبنا عيبوس هو مشى ليلو عضو عاوتاني فاطمه الزهراء عاوتاني جبرناها هنايا كيف انت لاباس عليك بخير صح لاباس الحمد لله الله يسلمك والله الا يلاه كنتلاقاوها حتى حنا دابا عاود في الصباح ما كنفطروش مزيان ها الواليد اش بالك في هادشي واعطينا الراي ديالك الحمد لله كون مخير 10 على 10 ياك يرضى عليك انت ويصال ولادكم امين الوالد ايوا حنا شو دينا الرضا هالنهار شوف حنا الله يرضى على المشاهدين اللي يتبعونا كل امين الله بسم الله اجي يا يمه بسم الله اجي يا يمه مرت البلي عاوتاني يا عمر مرت دابا في عم وليه قليل اللي كيجي يجوز العطله دابا هنايا يجوز واحد 4 ايام 5 ايام ويمشي اجي الصراحه واحد الجو واعر دابا هنايا الكام كاين الناس دابا الناس اللي كيجيو يكريو دابا هنايا كيكون عزيز عليهم هذا الجو هذا ما كيكونش عزيز عليهم تكون الدنيا عامره بزاف وديك الضجيج فهمت نعاس مرتاح